مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه. وفيه موقع مسند يقول ميليشيا الحوثي تحتجز الشاحنات وتراكم البضائع في ميناء الحديده. ومن عدن تايم، بعد عامين من السكن فيها عدد من الاسر في لحج تخلي المقار الحكوميه. صحيفه اماراتيه تحكي قصه امراه يمنيه فقدت كل شيء. في أكثر الأخبار قراءة، ثمانية رجال يمتلكون أموالاً تزيد على ما يمتلكه نصف سكان الأرض. من صحيفة الاتحاد، المخابرات الأمريكية، هكذا سيبدو العالم بعد 5 سنوات. البداية من موقع يمن مونيتور، والذي عنون في صفحته الرئيسة: تحركات ولد الشيخ تصعد المعارك في معظم جبهات القتال اليمنية. وقال الموقع إن المعارك اشتدت مع وصول إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الدولي لليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع اقتراب القوات الحكومية من ميناء المخل الاستراتيجي وتحقيق تقدم في صعدة معقل الحوثيين ونهم شرقية صنعاء. وفي مسار السلام المتعثر في اليمن، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي وصل إلى عدن أن سلطنة عمان تدعم مقترحات الأمم المتحدة. وأضاف ولد الشيخ أن وزير الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي أكد دعمه لمقترحات الأمم المتحدة ومتابعة الجهود مع الأطراف لإنهاء النزاع في اليمن. وعن ذات الموضوع عنوان موقع الموقع بوست: ولد الشيخ، ناقشت مع هادي أولوية وقف إطلاق النار، والاتفاق المقترح يشمل تشكيل حكومة شاملة. حيث كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عن نتائج لقائه بالرئيس عبد الرب منصور هادي، وقال إنه ناقش مع الرئيس هادي العناصر الرئيسية من اتفاق شامل استنادا إلى مشاورات الكويت التي ستساعد على إنهاء الحرب في اليمن والعودة إلى انتقال سلمي منظم. ولفت المبعوث الأممي إلى أن الحاجة ملحة لتجديد وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكداً على أهمية وقف الأعمال العدائية للسماح بالتوسع في تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة من أجل خلق بيئة مواتية لعملية السلام. عن تغيير الحوثيين لمناهج التاريخ وتعامل اليمنيين معهم، كتبت ميساء شجاع الدين مقالة نشرتها في صحيفة العربي الجديد، وقالت فيها: من المثير كيف يصبح التاريخ طرياً أوقات النزاع في اليمن، وكيف يتحول إلى ابن اللحظة الراهنة منزوعاً من سياقه الزمني بملابساته الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وكيف يتحول هذا التاريخ إلى مصدر شرعية وسبب للتنازع. لهذا ظل التاريخ اليمني أسير الأيديولوجية والتوظيف السياسي في معظم الوقت، في وقت بدأ الحوثيون فيه بتغيير مناهج التعليم من دين وتاريخ بشكل يناسب أيديولوجياتهم لغرسها في أجيال جديدة مقبلة، ما يكشف أن هذه الجماعة لم تعد تنوي وقف الحرب أو التسوية، بل صارت تتعامل مع الأمر الواقع بوصفه حالة مستدامة بغض النظر عن الرفض المجتمعي الواسع لها والذي يتسع يوميا بسبب سلوكياتهم. لكن الجماعة المتشحة بوعود التمكين الإلهي وعودة إرث الحكم المقدس لا تكترث لهذا كله، بل تتجاوزه لنقل خرافاتها. لا يمكن إنكار أن وعي اليمنيين بتاريخهم سبب رئيسي في تطلعهم الدائم نحو مستقبل أفضل، لأنهم يدركون أن هناك مراحل مضت كانت أوضاعهم فيها أفضل، وعاشوا أوقات مجيدة تمثل لهم نقاط مضيئة في صراعهم نحو مستقبل مزدهر. وهذا يناقض محاولة تصوير أن الوضع المزري الحالي قدر اليمنيين الأزلي. موقع ماندا بريس يتحدث في صفحته الرئيسية عن مشروع مهم في محافظة شبوة، ويعنون البدء بأولى خطوات أكبر حدث تنموي تشهده محافظة شبوة. وقال الموقع إن محافظ شبوة أحمد حامد لملس أعلن عن بدء خطوات إنشاء أول ميناء بحري بالمحافظة، وذلك بعد الموافقة على الدراسة الأولية الخاصة بموقع إنشاء الميناء على ضفاف البحر العربي
لمنطقة بئر علي بمديرية رضوم التي اشتملت على المساحة الجغرافية العامة للميناء وحددت معالمه البحرية والبرية. وأكد لملس على ضرورة أن تكون المساحة المحددة للميناء قادرة على استيعاب التطورات المستقبلية للحركة التجارية والملاحية للميناء. ووجه لملس بإطلاق اسم قنا على الميناء تيمنا بميناء قنا التاريخي الذي يعد واحدا من أهم الموانئ الرئيسية والاستراتيجية في تاريخ الحركة التجارية بين الشرق والغرب منذ الأزل. موقع المشاهد نت تابع الحركات الاحتجاجية في الجامعات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين وعنوان: طلاب جامعة صنعاء يرفضون دخول الاختبارات والإضراب يستمر. وقال الموقع إن طلاب جامعة صنعاء تظاهروا رفضاً لإقامة الاختبارات في موعدها، خاصة في ظل الإضراب المستمر الذي ينفذه أساتذة الجامعة، حيث أقدمت رئاسة جامعة صنعاء على فرض الاختبارات رغم الإضراب الشامل، الأمر الذي ولد ردوداً عكسية لدى الطلاب وأدى إلى تصاعد المواقف الطلابية الرافضة لإجراء الامتحانات. وتحاول رئاسة الجامعة إقامة الامتحانات سعياً منها لكسر الإضراب الشامل الذي ينفذه أساتذة الجامعة للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك للمطالبة برواتبهم الشهرية، إلا أن هذه الخطوة تواجه برفض من قبل الطلاب الذين يعبروا عن ذلك بالتظاهر. وقال الموقع إن طلاب كلية الآداب يرفضون أداء الاختبارات، كما أعلنوا انسحابهم الجماعي من القاعات. يتساءل موقع مسند عن السبب الذي يجعل ميليشيا الحوثي تحتجز شحنات تجارية في ميناء الحديدة، ويقول إنها احتجزت عدداً من الشحنات والحاويات التابعة لتجار ورجال أعمال يمنيين في ميناء الحديدة، مطالبين بدفع مبالغ جمركية غير قانونية في ظروف تخزينية قد تؤثر على صلاحية المواد الغذائية. وقالت مصادر مطلعة إن الكثير من الحاويات يتم الإفراج عنها مقابل مبالغ طائلة، رغم صحة الإجراءات ودفع رسوم الجمركية في ميناء عدن ومنفذ الوديعة، فيما لا تزال عدد من الحاويات محتجزة لدى الميليشيات. ذكرت المصادر أن الحاويات المحتجزة على متنها مواد غذائية وأغذية مهددة بالتلف، نظراً لوقوفها لفترة تزيد عن 10 أيام تحت أشعة الشمس المباشرة دون تفريغها. وتمارس ميليشيا الحوثي ابتزازات غير قانونية على التجار لجمع الأموال اللازمة لدعم الحروب التي تخوضها الميليشيا ضد أبناء الشعب اليمني في أكثر من محافظة. يتابع الموقع أيضاً أن الميليشيا تقوم بفرض ضرائب وجبايات مجحفة على قطاع الإقارات وصغار التجار، إضافة إلى فرض تبرعات إجبارية على المواطنين. اليمن بعد الحرب. تحت هذا العنوان كتب أكرم المطحني مقاله المنشور في موقع بوست، متحدثاً عن ما بعد الحرب وما سيكون الوضع عليه لاحقاً. يقال أن الأسطورة البشرية تتجسد دائماً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تظهر دائماً عبقرية الإنسان والمجتمعات في هذه اللحظة العصيبة المؤلمة في تاريخ كل فئات البشر. دائماً ما كانت الدول ذات التاريخ العريق، أحسبنا إحدى هذه الدول تحاول بشكل مجتمعي استعادة أمجاد تاريخها بشكل سريع بعد أن تعرضت لأزمات عنيفة، حيث ترى وتفند سبب هذه الحرب وتتخلص منه وإلى الأبد. ليس أولها أو آخرها ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أو حتى تركيا بكل تراثها العثماني، أو اليابان بحضارتها الذاتية، أو الصين والهند وغيرها من الدول العريقة. وأعتقد أن السبب لدينا في اليمن واضح وجلي، ويعاني منه اليمنيون منذ 1000 عام. يظن اليمنيون أنهم يتعاملون مع هذه الظروف المأساوية باعتبارها أحداثا غير مسبوقة في البشرية، أو أنها مشكلة خاصة بنا وحدنا. الأكيد أن كل دول العالم حولنا أصيبت بالآلام والأوجاع والمجازر والدمار، ربما أكثر بكثير مما أصاب بلدنا عموما، لكنهم تجاوزوا هذه المحنة وحولوها إلى منحة، فكلما ازداد الألم زاد الأمل لتحقيق نهضة ورفاهية تدوم أطول. هذه هي الخلاصة التي يمكننا اعتبارها كقانون حقيقي أثبتته مئات التجارب البشرية على مدار التاريخ. وعن أحداث تعز الأخيرة، عنونت صحيفة تعز المقاومة في صدر صفحتها الأولى:
اللجنة الأمنية تقرر فرض حظر تجوال الدراجات النارية ليلاً وإغلاق سوق ديلوكس نهائياً وتسليم مرافق ومؤسسات الدولة. وتقول الصحيفة إن هذه الإجراءات تم التوصل إليها عقب اجتماع للجنة الأمنية برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز العميد خالد فاضل لمناقشة وتقييم الحالة الأمنية في المدينة. كما أقر الاجتماع جملة من القرارات لفرض الأمن في المدينة وتمكين شرطة المدينة من بسط سيطرتها على كامل النقاط والأحياء في المدينة، أيضا بمساعدة وحدات الجيش الوطني والألوية العسكرية. وخلص الاجتماع إلى الإسراع في تسليم مؤسسات ومرافق الدولة إلى الجهات المسؤولة وتمكينها من الإشراف المباشر على الإيرادات وتحصيلها وفقا للقانون. قال مدير أمن الحوطة العقيد محمد الرجاعي لموقع عدن تايم إن عددا من الأسر سلمت مرافق حكومية كانت تسكنها جراء تدمير منازلها بشكل كلي أو جزئي في الحرب. وأوضح الرجاعي في تصريح لعدن تايم أن تعليمات السلطة المحلية في المحافظة تقضي بتسليم المرافق الحكومية من قبل الأسر التي في داخلها، مؤكدا تسليم بعض المرافق الحكومية من قبل الأسر طواعية. ووعد مدير الأمن الأسر التي قامت بتسليم بعض المرافق الحكومية بإيجاد حلول وبدائل وتوفير مأوى لهم، خاصة أولئك الذين تعرضت منازلهم للدمار بشكل كلي، داعيا الأسر التي لا تزال مقيمة في بعض المرافق الحكومية لتسليمها طواعية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، قوا معنا. أهلا بكم من جديد. وإلى صحيفة العربي الجديد التي قالت إن هناك اكتشافات جديدة للنفط والغاز شرقي اليمن. مسؤول يمني أعلن عن اكتشاف احتياطيات جديدة من النفط والغاز في القطاع 18 بمحافظة مأرب، حيث تقوم شركة صافر النفطية المحلية بتشغيله. وأكد وزير النفط اليمني سيف الشريف اكتشاف احتياطيات جديدة في حقول صافر تفوق ما تم إنتاجه خلال 30 عاما الماضية، أي منذ بداية الإنتاج بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. ولم يحدد الوزير اليمني حجم الاحتياطيات. وأشار الوزير اليمني إلى مضي شركة صافر النفطية المحلية في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة لاستثمار هذا النوع من الاحتياطيات، وطلب بضرورة البحث عن شركاء استراتيجيين، حيث وجه الدعوة للشركات الأجنبية للاستثمارات في القطاع النفطي، لافتا إلى أن الاحتياطيات ستكون عاملا محفزا لكبرى الشركات العالمية للاستثمار في اليمن. أما صحيفة الخليج الإماراتية فعنونت استشهاد 4 جنود يمنيين في هجوم للقاعدة بأبين. مصدر طبي في مستشفى محنف قال إن 4 جنود يمنيين استشهدوا فيما أصيب 3 آخرون جراء هجوم شنته عناصر القاعدة على نقطة المثلث الواقعة قبالة كهرباء مديرية لودر بمحافظة أبين. وأكد سكان محليون أن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة شنت هجوما مسلحا على النقطة الأمنية التابعة للحزام الأمني في لودر مستخدمة قذائف RPG ورشاشات متوسطة. صحيفة البيان الإماراتية تورد قصة إحدى اليمنيات وهي تواجه حياة قاسية، وعنونت الصحيفة آمنة وجع اليمن على هيئة امرأة. وقالت الصحيفة تسابق أول خيوط الشمس وهي تغادر منزلها المتواضع في أحد أحياء صنعاء للبحث عن رزقها وتلبية احتياجات أسرة مكونة من 6 أفراد بعد أن سدت كل سبل الحياة بفعل الحرب التي تسبب بها الحوثيون وحلفاؤهم. آمنة امرأة يمنية في العقد 6 من عمرها تجوب شوارع الحي ذهابا وإيابا تتبادل الشكوى والوجع الذي عصف بكل اليمنيين بفعل الحرب، ومن كانوا يمدون لها يد المساعدة باتوا اليوم مثلها. تقول وهي راجعة إلى بيتها المتواضع في أطراف إحدى المزارع ليس لنا إلا الله يساعدنا على الخروج من هذه الحالة، كل الناس أصبحوا بحاجة إلى المساعدات ولم أشاهد هذا الفقر طوال حياتي، إنما سمعت به من أمي قديما. تتابع الصحيفة هذه الأسرة ليست إلا نموذجا متواضعا لآلاف الأسر التي شردتها الحرب وفقدت مصدر عيشها. يشهد العالم تحركات مبهمة من زاوية مفارقتها للسياقات الاعتيادية للفعل ورد الفعل في إطار الصراعات الإقليمية والدولية المتفرقة،
هكذا بدأ فيصل عبدون مقاله المنشور في صحيفة الخليج. هي تحركات تنبئ عن نهاية خطيرة وتجيء في توقيت تتراجع فيه وتيرة التهديدات الإرهابية التي شغلت العالم طوال السنوات العشر الماضية. ومن أمثلة هذه التحركات غير المتساوقة مع مجريات الصراع الإعلان الروسي المفاجئ عن نشر المنظومة الصاروخية العملاقة S-400 لحماية العاصمة موسكو، والذي تبعه إعلان مماثل عن الشروع في نشرها على جزيرة القرم. التحرك الثاني المثير للدهشة هو مهرجان الفرح الشعبي والرسمي الذي أقامته بولندا احتفالاً بوصول القوات الأمريكية التي بعث بها البنتاغون للتمركز هناك بعد عقود من ممانعته القيام بخطوة مماثلة. أما ألمانيا الهادئة والمتسامحة فقد تحدث قادتها بحماس طوال الأسبوع الماضي عن خطر يهدد الديمقراطية نفسها مع صعود الشعبويين، واتهمت روسيا بالسعي لتقويض العلاقات وزعزعة التحالف بين جانبي الأطلسي وتهجيج النزاعات الاجتماعية في الغرب. في الجانب تحدثت الصحافة الصينية المقربة من الجيش عن الاستعداد لصراع نووي، وحذرت من أنه إذ لم تكن واشنطن تعد لحرب على نطاق واسع في البحر الجنوبي، فإن أي مقاربة أخرى لمنع الصين من الوصول إلى هذه الجزر ستكون تهوراً. إذن صحيفة الاتحاد تساءلت في عنوان لها عن العالم كيف سيبدو بعد 5 سنوات وفق الرؤية الاستخباراتية الأمريكية، وقالت: مجموعة من محللي الاستخبارات الأمريكية تحاول التنبؤ بالمستقبل كل 4 سنوات، وفي تقرير هذا العام الذي أصدره مجلس الاستخبارات الوطني يتوقع هؤلاء المحللون تحولا كبيرا في العلاقات الدولية خلال السنوات الخمس القادمة. وتقول الدراسة إن الساحة العالمية التي ستتشكل خلال السنوات الخمس القادمة تقترب من حقبة السيادة الأمريكية بعد الحرب الباردة، وبالمثل أيضا ربما النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. ويتوقع معدو التقرير أن يصل السيناريو إلى نقطة الذروة خلال الحرب بين الهند وباكستان في 2028، والتي ستشمل استخدام السلاح النووي للمرة الأولى في صراع منذ عام 1945، وهو ما سيقود القوى العالمية للتعاون مع بعضها البعض من جديد. ويتوقع التقرير أيضا زيادة النزعات القومية التي غالبا ما تثكي التوترات بين البلدان وتشكل العلاقات الدولية، وذلك في رد فعل على أكبر تدفق للمهاجرين والاضطرابات التي سببتها العولمة. ونتيجة لذلك قد تزيد مخاطر الصراع بين البلدان إلى مستويات لم نرها منذ الحرب الباردة. وإلى الخبر الأكثر قراءة في صحيفة الشرق الأوسط، والتي عنونت: ثروة أغنى 8 أشخاص تعادل ما تملكه نصف البشرية. حيث قالت مؤسسة الإغاثة العالمية أوكسفام إن 8 أفراد فقط جميعهم رجال يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، وطلبت المؤسسة بالعمل على تقليص دخل أولئك الذين يتصدرون القائمة. وأشار تقرير أوكسفام إلى أن التفاوت في الثروات أصبح أكثر اتساعا من ذي قبل، مع وجود بيانات من الصين والهند تشير إلى أن النصف الأكثر فقرا من سكان العالم يمتلكون أقل مما كان مقدرا سابقا. وقال ماكس لاوسون رئيس قسم السياسات في أوكسفام: توجد سبل مختلفة لإدارة الرأس المالية قد تكون أكثر فائدة بكثير لأغلبية الناس. وطلبت المنظمة في تقريرها بكبح التهرب الضريبي والتحول بعيدا عن الرأسمالية التي تحابي الأثرياء بشكل غير مناسب. صحيفة القدس العربية عنونت في أخبارها الأكثر تداولا: ميلانا ترامب تضيف غرفة جديدة للبيت الأبيض. كشفت نيكول بريل خبيرة تجميل ميلانا ترامب أن زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب والملياردير المثير ستأخذ درسا من آل كارديشيان وستضيف غرفة تجميل في البيت الأبيض الذي ستنتقل للعيش فيه الجمعة المقبل. وأضافت نيكول بحسب مجلة كوزمو بوليتون: سيكون هناك غرفة مخصصة للشعر والمكياج والملابس، مشيرة إلى أنها تستغرق 1:15 من التركيز دون انقطاع لأجل تجميل ميلانا. وتابعت: رغم أن الغرفة لن تكون جاهزة في حفل التنصيب، إلا أن نيكول واثقة من قدرتها على إظهار ميلانا بأجمل صورة. حديقة متوهجة في دبي بدولة الإمارات تحمل الكثير من السحر والمتعة والجمال. جلبنا لكم بعض الصور المنشورة في صحيفة الإمارات اليوم، نتابع.
وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نختم بمجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.